الديمقراطي الكردستاني. مرحبا بك سيد هيثم. هنالك تخوف مما ستتجه إليه الأمور السياسية بعد استقالة الكتلة الصدرية، برأيك هل ستنجح تفاهمات باقي الكتل أم خيار حل البرلمان هو الأقرب؟ تفضل. تحية لك سيدة الكريمة وللسيدات والسادة المشاهدي ومتابعي قناة الرشيد الأكارم. طبعا كل شيء متوقع في العملية السياسية العراقية، اعتدنا على هذه الأمور منذ العام 2005 في أول انتخابات لغاية الآن 2022، وما نمر به هو صراع من أجل استحداث ديمقراطية جديدة. كانت هناك توافقية أغلبية وكانت بعدها توافقية كحكومات، والآن أرادها السيد مقتدى الصدر أغلبية ولن تتحقق الغايات، ولكن هذا الشيء أمر طبيعي. لكن كنا غير متوقعين للاستقالة، ويؤسفنا أن نرى أعضاء البرلمان من الكتلة الصدرية يغادرون بهذه الطريقة، ونتمنى من البقية أن يستمرون في العملية السياسية من أجل تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. واحترامنا لقرار سماحة السيد مقتدى الصدر، وله رؤى تختلف عن رؤى بقية الكتل، لأنه كان يصارع من أجل أن تكون الحكومة أغلبية غير توافقية، وهذه هي رؤيته ورؤية التحالف الثلاثي. طيب سيد هيثم، هل اختار الصدر طريق المعارضة عن طريق الشارع، أم أنه صعوبة الأغلبية هي من دفعت الصدر للانسحاب؟ والله حسب ما نراه أن هنا طرفين، الشق الأول شق الشارع، لأن هناك ضغوطات كبيرة من قبل جمهور السيد الصدر ومن قبل الشارع العراقي، هذا واحد، وهو رافضا للتدخلات الخارجية في السياسة الداخلية العراقية من أجل تشكيل الحكومة أيضا، هذا اثنين. ثلاثة أيضا من قبل السيدات والسادة النواب اللي تابعين إلى أحزابهم ويرفضون الانضمام إلى أغلبية وطنية عراقية، وهي بكل صراحة صعبة في هذه المرحلة. يجب أن تكون توافقية أغلبية أكثر مما هي أغلبية، لأن ليس من المنطق وليس من العقل أن يترك الإطار بالكامل أو يترك التيار بالكامل. تحالف ثلاثي، نعم تحالف ثلاثي قوي، ولكن الإطار أيضا لدينا تحالف قوي مع الاتحاد وبقية الأحزاب والمستقلين. إذن يجب أن يكون هناك تفاهم من أجل مصلحة وطن واحد وعراق واحد، حتى نخلص من هذه الأزمة ونتعدى مرحلة الصراع فيما بين الكتل أنفسها وحتى بين المكونات. الآن لدينا كان صراع كردي كردي، وبعدها صراع شيعي شيعي، والآن يجوز ندخل في صراع آخر. يعني طيب، الأيام حبلى في المصائب، إما بقيت الأمور على ما عليها. نعم. طيب، هل هذا الانسحاب عقد المشهد السياسي على الإطار التنسيقي أم العكس من ذلك؟ والله أنا أقول كلما اشتدت حلقاتها فرجت، يعني كل ما ضاقت علينا الأمور وتعلمناها في العراق، كل ما صارت مصيبة كبيرة، كل ما تتأزم الأمور فيما بين الأحزاب ويتفقون فيما بينهم من أجل إيجاد مخرجا للانحسار السياسي اللي موجود لدينا الآن. نعم. الوضع لا يتحمل، لا الشارع يقبل بالأمور تبقى سائبة على ما عليه، خصوصا بعد أن صوت البرلمان على قانون الأمن الغذائي. يعني هذه الأموال يجب أن تراقب، ويجب أن يكون هناك جانب تشريعي يتابع وتنفيذي أيضا. نعم. طيب، هل ستعيد الأطراف الكردية النظر بتفاهماتها السابقة بعد انسحاب الصدر؟ أنا أقول يجب أن تشكل الحكومة بعيدا عن إعادة الحسابات أو التوافقات أو التفاهمات. نعم، تشكيل الحكومة يعني أكيد راح تكون هنالك تفاهمات. بالتأكيد هناك تفاهمات وهناك لقاءات وهناك تفاوض أيضا فيما بين الإطار وبقية الجهات، وما بين الديمقراطية وبقية الجهات أيضا. يعني إن استقال السيد الصدر وخرج 73 نائب من قبة البرلمان، إذا لا نستطيع أن تبقى الأمور سائبة، يجب أن يكون هناك توافق واتفاق فيما بين الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية والأقليات أيضا من أجل تشكيل حكومتنا. إذا بقت الأمور على ما عليها سوف نذهب إلى لا معلوم، ولا معلوم هو أما حل البرلمان وهذه مصيبة، وإعادة الانتخابات والمصيبة هذه أكبر بعد. ليش؟ لأنه لا توجد لدينا أحزاب ولا يوجد لدينا شعب في مقدورهم أن يذهبوا إلى التصويت مجددا ويضيعوا من وقتهم ويسوفوه. حتى الأحزاب تحتاج إلى إمكانية ملياردير، يعني بليونية، حتى يصرفون على هذه الانتخابات الجديدة. نعم. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد هيثم المياحي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.